هذا البرنامج برعاية مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج يوتيرن على قناة فور شباب الأولى والثانية. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نستفيد ونفيد ونستمتع مع برنامج يوتيرن وقناة فور شباب. إن شاء الله راح نغير. اللي حاب يشاركنا وبداية الحلقة، اللي حاب يشاركنا عن طريق الأرقام اللي موجودة معنا والظاهرة معنا على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية 7-0-0-0-1-0-8-1 أو الرقم الدولي 0-0-8-8-2-1-6-9-0-0-8-9-6. بداية الحلقة أشكر رعاة البرنامج شركة هوندا وأيضا مطعم أبل بيز ولومار ومكتبة الفانوس. وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. معنا أول اتصال في هذه الحلقة. ألو، مرحبا. هلا والله، السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، شخبار؟ الحمد لله. مين معايا؟ معك عبد العزيز. عبد العزيز، يا اهلا وسهلا. من فين تكلمنا عبد العزيز؟ من القصيم. يا اهلا وسهلا باهل القصيم. عبد العزيز جاهز معانا المسابقة؟ ايه نتابع. طبعا انت اول متصل معانا، وبسم الله الارقام معانا موجودة على الشاشة، واختار رقم ان شاء الله. يلا يا عبد العزيز. عبد العزيز لو سمحت اسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون ان شاء الله. اختار رقم سبعة. خلونا نشوف رقم سبعة. يلا يا عزوز. عزوز اكيد تابعت البرنامج. ايه اكيد، يعني فاهم الفكرة. ايه يلا ان شاء الله تفوز معانا. وخلونا نسمع الان النشيد لمين. نسمع هذه النشيدة وتقول لنا هذا النشيد لمين. طبعا الجائزة كوبون من محلات الثواني. ان شاء الله. جاهز؟ ايه جاهز. يلا بسم الله، خلونا نسمع. هاي يا عزوز، منشد من اليمن مشهور. ها لقى ابو جوزع. يلا ها لقى ابو جوزع. يلا اكثر من كذا. ها يا عزوز وضحني شوي تكفى. يا عزوز حرام عليك، منشد معروف. منشد عبد العزيز. اي شيء عبد لقبه قوزع. يلا عبد ايش؟ اديني اخر كلمه. عبد. يلا معليش معليش يا عزوز، منشد معروف عبد القادر قوزع. وخلونا نسمع النشيده يا استاذ حسام. ظني بكم تعذروا، ظني بكم تعذروا، بيكم خاطري حنه على نظري مرضى يطول الجفا واسمي الكرم. عزوز المعذرة منك يا عبد العزيز، يعني كان ودي انك تفوز معنا، لكن ان شاء الله تشاركنا في حلقة جاية وتفوز معنا بإذن الله، وانت داخل معنا في السحب للسيارة اللي موجودة معنا هنا في الاستوديو، وان شاء الله راح يتم السحب في نهاية دورة البرامجية بإذن الله. وناخذ اتصال جديد. ألو. ألو. ألو مرحبا. ألو. ألو. أيوة يا أرجوان، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. من فين تكلمين يا أرجوان؟ أنا من الرياض. من الرياض، يا أهلا وسهلا بأهل الرياض. كيف الأجواء عندكم هذه الأيام؟ والله شوي برد. في غبار يقولوا اليومين هذه. إيه في غبار. يلا الله يعينكم إن شاء الله. يلا يا أرجوان، أرقام معنا موجودة على الشاشة واختاري. أيوة رقم. أيوة أيوة أرجوان أنت معايا؟ ايه نعم. يلا الارقام معنا موجوده على الشاشه واختاري رقم. اربعه. رقم اربعه. يلا خلونا نشوف رقم اربعه. ارجوان اكيد انت تابعت الحلقات الماضيه. نعم اكيد طبعا. يلا يا ارجوان اسال على الجواب، راح اديك اجابه وتديني سؤال على الجواب. اوكي؟ ايوه اوكي. يلا بسم الله. خلونا نشوف اول شيء الجائزه. طبعا الجائزه 400 ريال سعودي. وإلحقي على العد التنازلي، عندك 40 ثانية.
ركزي يا أرجوان. ها يلا بسم الله. عباس بن فرناس. عباس بن فرناس هو يعني شخص متعلق بالطيران. يلا ها ها من أول اخترع طائرة من هو هي. من هو أول اخترع أو من هو أول من حاول الطيران؟ يلا إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا أرجوان، فايز معانا 150 ريال سعودي. يا أرجوان أنا ساعدتك، فألف مبروك. معانا أرجوان ولا انقطع الخط؟ عموما أرجوان ألف ألف مبروك يا أرجوان. إن شاء الله أخوانا في الكنترول راح يتواصلوا معاك خلال الأيام الجاية. معانا اتصال جديد. ألو، معانا صفية. ألو ألو مرحبا. ألو ألو أيوة يا صفية، كيف الحال؟ الحمد لله. صفية من فين تكلمينا؟ انقطع الخط، المعذرة منك يا صفية. طبعا يعني أنا ما أدري إيش أقول، لكن على مسألة انقطاع الخط أنا أتوقع ما يعني ما يكون من نفس الكنترول عندنا، يكون من نفس اللي يتصل ويشحن، لازم يلحق لأنه الدقيقة طبعاً بعشرة ريال، فلازم تحاول تشحن مبلغ أكبر ويشترك إن شاء الله وتفوز معانا بإذن الله. معانا اتصال جديد. ألو، برضو كمان انقطع. يلا يا أستاذ حسام ناخذ اتصال جديد. ألو، طيب قبل ما ناخذ اتصال جديد أحب أذكر المشاهدين بسؤال الحلقة اللي فات، اللي إن شاء الله راح يعني حنسحب في منتصف الحلقة على الفائز. من هو أو من أول من ركب الخيل؟ طبعا كانت الخيارات إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام. الخيار الثالث طبعا سيف ذي يزن. طبعا الإجابة الصحيحة إسماعيل عليه السلام. إن شاء الله في نص الحلقة راح نسحب على الفائز بقيمة 500 ريال سعودي مقدمة من أبل بيز وشركة السواني. وناخذ اتصال. ألو ألو، يا رب يكون معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو هلا، أهلا وسهلا. ألو حياك الله حبيبي، هلا وسهلا. سمير من فين تكلمنا يا سمير؟ أكلمك من جيزان. يا أهلا وسهلا بأهل جيزان. سعودي يا جيزان، حياك الله. حياك، منورنا باتصالك يا سمير. أيوه حبيبي معك. يلا سمير جاهز معنا؟ أيوة. يلا الأرقام معنا موجودة على الشاشة، واختار رقم. عندنا من واحد إلى تسعة. أنا معك بس ممكن ثواني بس عشان أشوف الشاشة. يلا تفضل، بس اسمعني من التليفون ولا ترفع صوت التلفزيون. وهو كذلك. يلا ثواني. الله يعافيك. يلا يا سمير احنا إن شاء الله حنكون معاك، وخذ راحتك. أيوة حبيبي معك. يلا عندنا من واحد إلى تسعة ما عدا رقم أربعة وسبعة. من واحد إلى تسعة ما عدا أربعة وسبعة. طيب سبعة. يلا بس لا هو سبعة، لا ما عندنا أربعة وسبعة. لا أيوة. اختار رقم. أيوة. غير الأربعة وسبعة. طيب اللي هو موجود كم عندنا؟ واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وثمانية وتسعة. إذن خمسة. يلا خلونا نشوف رقم خمسة. يلا يا سمير نشوف نصيبك الآن. أوه للأسف يا سمير المعذرة منك. ساهر، معليش يا سمير، إن شاء الله تشاركنا في حلقة جاية وتفوز معنا بإذن الله. نأخذ اتصال جديد. ألو ألو، السلام عليكم. سلام. أهلا وسهلا يا حنان، من فين تكلمينا؟ من الرياض. من الرياض، يا أهلا وسهلا حنان، جاهزة معنا المسابقة إن شاء الله. يلا بسم الله، خلونا نشوف الأرقام. وعندك من واحد إلى تسعة ما عدا أربعة وخمسة وسبعة. طبعا ساهر راح خلاص. يلا ها ثمانية. رقم ثمانية، خلونا نشوف رقم ثمانية. حنان أكيد تابعت البرنامج. شاركتي معنا في حلقات الماضية. أيوة. يلا إن شاء الله بإذن الله تفوزي في هذه الحلقة. وعندنا النيجاتيف، خلونا نشوف الآن الصورة. وكوبون من مكتبة الفانوس بقيمة 300 ريال، وخلونا نشوف الصورة. يلا، شخصية مشهورة، برنامج مشهور في رمضان يعرض.
برنامج خواطر. هاي حنان. ما بتابع في رمضان. طيب هو برنامج مشهور، ما قد شفتي خواطر حتى في اليوتيوب؟ لا ما بتابع كثير برامج رمضان. اها طيب يلا، هو لقب الشقيري. احمد الشقيري. احمد الشقيري، إجابة صحيحة يا حنان. طبعا أنا مستغرب أنك أنت ما تتابعي برنامج خواطر. من أقوى الشقيري، من أقوى البرامج طبعا، وبرنامج خواطر بعرف اسمه مألوف لإذني بس ما بتابعه كثير، بس له اسمه مألوف. يلا إن شاء الله تتابعين إن شاء الله السنة هذه على قناة فور شباب بإذن الله. شكرا على اتصالك يا حنان، وألف ألف مبروك، فائزة معنا طبعا بجائزة من مكتبة الفانوس بقيمة 300 ريال سعودي. وناخذ اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا يا لمار. السلام عليكم عبد العزيز. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير والله. انا ما اتحمس، ولكن لما اشوف حماسك اتحمس اكثر. الله يعطيك العافيه يا لمار. شكرا شكرا يا لمار. من فين تكلمينا اول شيء؟ الو عبد العزيز، زمان بسالك. اي تفضل. مقدم الخدمه عبد الوهاب الشهري، كيف صحته وباي مستشفى؟ لا ان شاء الله ان شاء الله، طبعا صحته جيده ان شاء الله. خلال الايام الجايه راح يعرض البرنامج ان شاء الله، وحيكون معانا باذن الله عبد الوهاب الشهري. اي مستشفى؟ وش اسمه؟ طيب لمار، ندخل في المسابقه ولا حتقعدي تسالي؟ طلع من المستشفى. ها؟ طيب هو طلع من المستشفى؟ هو طلع من المستشفى. اي نعم الحمد لله. شكرا شكرا. طيب حتشاركي معانا ولا خلاص؟ ايوه هي. يلا الارقام معانا موجوده على الشاشه، واختاري رقم. يلا يا لمار، عندك أيوة. من 1 إلى 9، 1، 2، 3، 6، و9. على بركة الله. 1. رقم 1، خلونا نشوف رقم 1. يلا يلا يا لمار، ما دام انك انت متحمسة خلونا نشوف الآن عواصم ودول. عندنا 3 عواصم، تقولي تنتمي لأي دولة. أيوة يلا يلا بسم الله. طبعا الجائزة كوبون من محلات الثواني بقيمة 300 ريال، وعندك 40 ثانية، والحق على العدة التنازلي. ها؟ ايوه يلا. اوكي بسم الله. اول عاصمه انقره عفوا تنتمي لاي دوله؟ أو ايوه ساعدني. سهله جدا. تركيا. تركيا اجابه صحيحه. اللي بعده الكويت لدوله سهله. ايوه تركيا. يلا الكويت اللي بعده. الكويت. الكويت اجابه صحيحه. اللي بعده مقديشو. ايوه لا مو كذا، الصومال. الصومال واجابه صحيحه. الف مبروك يا لمار. طبعا انت فايزه معانا بكوبون من محلات الثواني بقيمه 300 ريال. الف الف مبروك يا لمار، وان شاء الله اخواننا في الكنترول راح يتواصلوا معاك خلال الايام الجايه. ونقول لاخونا ومقدمنا الاستاذ عبد الوهاب الشهري ألف سلامة عليك وطهور إن شاء الله، ونشوفك في برنامج الخيمة خلال الأيام الجاية بإذن الله. نأخذ اتصال جديد. ألو. ألو. ألو مرحبا. هلا. أيوة يا عبد الله. عبود. هلا. كيف الحال؟ خير. من فين تكلمنا عبد الله؟ من القصيم. من القصيم، يا أهلا وسهلا. شاركت معنا في الحلقات الماضية ولا أول مشاركة؟ لا شاركت ثانية. يلا منورنا بمشاركتك مرة ثانية، وإن شاء الله راح تفوز معنا بإذن الله. عندك الأرقام موجودة على الشاشة، واختار رقم. يلا 2، 3، 6، و9. ثلاثة. رقم 3. يلا خلونا نشوف رقم 3. يلا رقم 3 طبعا إيش الصح؟ أو أيوة إيش الصح؟ خلونا نشوف الآن العبارة وتصحح الكلمة الخاطئة. عندنا 400 ريال سعودي، والحق على عدة التنازل يا عبد الله. عبد الله انت معايا؟ ايه. يلا خلونا نشوف الان العباره. يتنفس الضفدع تحت الماء عن طريق الخياشيم. يلا عباره جدا سهله، عن طريق ايش؟ الخياشيم. ها يا عبد الله. صح. عن طريق ايش؟ صح الخياشيم. لا هو الخياشيم خطأ. ها عن طريق ايش؟ هذا ايش يسموه؟ ايوه عن طريق
اليد. لا مو اليد. عن طريق ايش؟ امسك الجلد. يلا ها عن طريق ايه؟ ايش انا ماسك؟ مو اليد. عن طريق الجلد يا عبد الله. الف الف مبروك يا عبد الله. انا كان ودي والله انك تفوز بمبلغ، لكن 10 ريال سعودي ان شاء الله تحاول معنا في حلقه جايه وتفوز معنا بمبلغ اكبر من كذا باذن الله. ناخذ اتصال جديد. الو. المشكله الجلد كيف يتمسك يعني؟ خلاص واضح اهو. الو. الو مرحبا. كيفك؟ اهلا وسهلا يا حنان. حنان من فين تكلمينا يا حنان؟ من الجزائر. يا اهلا وسهلا باهل الجزائر، منوره باتصالك يا حنان. الارقام معنا موجوده على الشاشه واختاري رقم. يلا يا حنان. 2 و6 و9. رقم 9. رقم 9، خلونا نشوف رقم 9. يلا يا حنان. المرايا جاهزه معك المرايا؟ نعم جاهزه. يلا خلونا نشوف الان العباره وتقري العباره بالطريقه الصحيحه، والجائزه كوبون من مطعم ابل بيز، وعندك 40 ثانيه. يلا ركز يا حنان. ها يلا خلونا نشوف العبارة. يلا ثلاث كلمات أو كلمتين وحرف جر. يلا ها. في العجلة الندامة. في العجلة الندامة، وإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا حنان. عزيز أهلا وسهلا، تفضلي. عبد العزيز بدي أسألك سؤال. أي تفضلي يا حنان. كوبون مطعم كوبون. أيوة. ثالث مرة. طبعا يا حنان ان شاء الله اخواننا في الكنترول راح يتواصلوا معاك خلال الايام القادمة، وحيشرحوا لك هل يعني كيف حتكون الجائزة، هل حيكون يعني بالكوبون او حيستبدلوا لك اياه بمبلغ نقدي. شكرا يا حنان. وناخذ اتصال جديد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا رقية. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من فين تكلمينا يا رقية؟ جدة. من جدة، أهل الرخاء والشدة. يلا يا رقية جاهزة معنا؟ أيوه. يلا بسم الله، الأرقام معنا موجودة على الشاشة وباقي رقمين في اللوحة الأولى. عندنا 2 و6. رقم 6. رقم 6. يلا خلونا نشوف رقم 6. تابعت البرنامج أكيد يا رقية؟ أيوه. يلا إن شاء الله الكلمة وعكسها، إن شاء الله كلمات جدا سهلة. خلونا نشوف أول كلمة، والجائزة طبعا كوبون من مطعم أبل بيز بقيمة طبعا 200 ريال سعودي، وعندك 40 ثانية. جاهزة يا رقية؟ أيوه. يلا أول كلمة. مفتوح. مغلق. مغلق. اللي بعده. يختفي. يظهر. يظهر، إجابة صحيحة. خجول. إيه؟ خجول. جريء. جريء، إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا رقية. الله يبارك فيك. إن شاء الله راح يتواصل معك الإخوان في الكنترول خلال الأيام الجاية وتحصل على الكوبون من مطعم أبل بيز. يلا آخر اتصال في اللوحة الأولى. ألو. 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 ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا يا خلود. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ طيب. من فين تكلمينا يا خلود؟ من فين تكلمينا؟ من القصيم. من القصيم، أنا سامع إزعاج عندك يا خلود. يلا لو سمحتي وطي صوت التلفزيون وخلونا نشوف الأرقام الموجودة الآن والظاهرة معانا على الشاشة. يلا هو آخر رقم، رقم 2. يلا يا خلود خلونا نشوف رقم 2. خلود. هلا. يلا أنت فايزة معانا وطريقك سارك. ألف ألف مبروك، فايزة معانا طبعا بمبلغ 400 ريال سعودي بدون أي سؤال وإجابة. شكرا لك يا خلود. ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم، خلوكم معنا. هذا البرنامج برعاية Ta-da!
مشاهدين الكرام رجعنا لكم من جديد ولوحة جديدة واتصال جديد. ألو. هلا. ألو مرحبا. هلا بندر، كيف الحال؟ طيب. من فين تكلمنا يا بندر؟ إيه. ها من فين تكلمنا؟ إيه. ألو بندر. هلا. أنت معايا ولا ضدي؟ معك. يلا يا بندر نشوف الآن الأرقام واللوحة الجديدة واختار رقم. بسم الله. معك. من واحد إلى تسعة واختار رقم. رقم اثنين. خلونا نشوف رقم اثنين. يلا بندر، تابعت البرنامج؟ ايه. يلا خلونا نشوف الآن مرايا جاهزة معاك المرايا؟ بندر انت معايا؟ ايه. يلا الآن راح نشوف عبارة وتقرأ لي العبارة بالطريقة الصحيحة. ها ايه. يلا يا بندر خلونا نشوف الآن العبارة. العبارة كلمتين. ايه. ها يلا يا بندر. هل. اقرأ لي العبارة اللي موجودة على الشاشة. ساعدني. أساعدك؟ طيب يلا أول كلمة لسانك. لسانك. سلام. ها؟ سلام. لا لسانك إيش؟ لا لسانك. حصانك. إجابة صحيحة. ألف مبروك يا بندر. فايز معنا طبعا بكوبون من محلات السواني. ألف ألف مبروك يا بندر. أذكر مشاهدينا الكرام طبعا بسؤال حلقة اليوم للي حاب يشاركنا عن طريق هذا السؤال يرسل كلمة يوتيرن ومسافة ورقم الإجابة وراح يدخل في السحب للسيارة اللي موجودة معانا في الاستوديو وحيكون عندنا سحب أسبوعي بقيمة 500 ريال سعودي. سؤال الحلقة، من هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة؟ من هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم واحد. رقم اثنين أنس بن مالك رضي الله عنه. ثلاثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. اللي حاب يشاركنا يرسل كلمة يوتير ومسافة ورقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة ويدخل إن شاء الله في السحب للسيارة اللي موجودة معنا في الاستوديو. أذكر برضو بأرقام اللي حاب يشاركنا عن طريق جوال، عن طريق الجوال أو زين أو موبايلي، كل أرقام موجودة معنا على الشاشة وراح تظهر إن شاء الله معاكم خلال الأيام الجاية بشكل يومي بإذن الله. ونأخذ اتصال جديد. ألو. 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 أهلا وسهلا. ألو. ريتال من فين تكلمين يا ريتال؟ وعليكم السلام. ألو. ريتال لو سمحتي اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. طيب يلا. السلام. من فين تكلمين يا ريتال؟ من منطقة المدينة المنورة. يا أهلا وسهلا بأهل المدينة. ريتال جاهزة معنا المسابقة؟ أيوة جاهزة معك. يلا بسم الله، الأرقام معنا موجودة على الشاشة واختاري رقم. عندنا من واحد إلى تسعة ما عدا رقم اثنين. طيب. يا ريتال. رقم خمسة. رقم خمسة، خلونا نشوف رقم خمسة ويا رب ما يكون ساهل. أوه للأسف والله يا ريتال، والله مش متقصد. المعذرة منك يا ريتال. تشاركينا إن شاء الله في حلقة جاية وتفوزي معانا، لكن أنت داخلة معانا في السحب للسيارة. المعذرة منك يا ريتال. وناخذ اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا وسهلا يا شيماء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. برنامج رائع جدا جدا متعة للغاية، أنت مديم التميز، أتمنى لك التوفيق، اللهم أنت سوريا. شكرا شكرا يا شيماء، شكرا. شيماء أقطع الاتصال بس كذا. طيب شكرا. لا ألو أنا معك. ها أنت معايا يا شيماء؟ نعم أنا معك. شكرا، هذا من ذوقك يا شيماء. الآن الأرقام موجودة معنا على الشاشة واختاري الرقم وبسرعة عشان ما ينقطع الخط. يلا يا شيماء. ألو. واحد. شيماء لو سمحتي اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون لأن الصوت بيتأخر. وخلونا نشوف رقم واحد. يلا ألف ألف مبروك يا شيماء، فريق سالك. طبعا هذا والله نصيبك. ألف ألف مبروك، كوبون من محلات السواني بقيمة 300 ريال سعودي. ايوه كذا نبغى الحماس. ألف ألف مبروك يا شيماء،
طبعا يعني يا جماعة احنا ما احنا متقصدين ترى، كل واحد بنصيبه يعني، ريتال طلع لا ساهر واحنا ما احنا متقصدين. وشيماء طبعا فايزة معنا بدون سؤال وجواب، واخذت 300 ريال سعودي من السواني. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله كل اللي راح يشاركنا سواء فاز أو ما حالف الحظ راح يدخل معنا في السحب للسيارة اللي موجودة معنا في الاستوديو. وخلونا ناخذ اتصال جديد. ألو ألو. لا أهلا وسهلا يا معاد. كيف حالك؟ حياك يا معاد، من فين تكلمنا؟ كم؟ من فين تكلمنا يا معاد؟ من القصيم. من القصيم، يا أهلا وسهلا بأهل القصيم. تابعت البرنامج يا معاد؟ ايه. طيب يعني جاهز معانا وفاهم الفكرة؟ أكيد أكيد. يلا بسم الله، الأرقام معانا موجودة على الشاشة واختار رقم. بسم الله. يا يلا، 3 و4 و6 و7 و8 و9. 6. رقم 6، خلونا نشوف رقم 6. يلا يا معاذ، طبعا ساهر راح وطريق سالك كمان راح، فيعني لا تخاف يعني إن شاء الله حتفوز معانا. الكلمة وعكسها، خلونا نشوف الآن الثلاث كلمات. يلا، كوبون من مكتبة الفانوس بقيمة 300 ريال سعودي يا معاذ. عندك 40 ثانية، جاهز؟ يلا يلا بسم الله. أول كلمة، عكس كلمة خلود. ها يلا يا معاذ، اسمعني من التليفون يا معاذ ووطي صوت التلفزيون. ها يا معاذ، المعذرة، انقطع الخط يا معاذ. عموما انت داخل معنا في السحب للسيارة، وان شاء الله تشاركنا في حلقة جاية وتفوز معنا بإذن الله. ناخذ اتصال جديد. الو راكان، كيف الحال؟ ايوه اهلا وسهلا يا راكان. الو اهلا وسهلا، معك السلام عليكم. وعليكم السلام. راكان لو سمحت اسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. طيب يلا يا راكان. راكان من فين تكلمنا؟ من خميس مشيط. يا اهلا وسهلا راكان، اكيد تابعت البرنامج. اي والله. يلا جاهز معانا للمسابقة؟ جاهز. متحمس ولا؟ هلا متحمس معانا للمسابقة ولا لسه؟ يعني يلا بسم الله، الأرقام معانا موجودة على الشاشة واختار رقم. 3 و4 و7 و8 و9. 7. رقم 7، خلونا نشوف رقم 7. يلا يا ركان، عواصم ودول. يلا خلونا نشوف الآن ثلاث عواصم تقول لي تنتمي لأي دولة. أوكي، وجائزة طبعا 400 ريال سعودي، ويلحق على العد التنازلي يا ركان. أوكي يلا جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله، خلونا نشوف أول عاصمة تنتمي لدولة، أو عفوا عمان تنتمي لدولة. ها يا راكان اسمعني من التليفون. الأردن. الأردن إجابة صحيحة، اسمعني من التليفون. برلين تنتمي لدولة سهلة جدا. برلين. أيوة برلين. ألمانيا. ألمانيا إجابة صحيحة. اللي بعده سراييفو. يلا يا راكان، البوسنة. أيوة. البوسنة والهرسك إجابة صحيحة. ألف مبروك يا راكان، وعندك 70 ريال، وطبعا داخل معنا في السحب للسيارة اللي موجودة معنا. ألف مبروك يا راكان، وإن شاء الله تكون من نصيبك السيارة. ألف مبروك. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو، مرحبا. الو اهلا وسهلا يا ارجوان. المشاهدين ليس يستطيعون الجوائز، انما يستطيعون تقديم ادائك الشيق لبرنامج إثارة وحماس. انت المذيع الافضل. لا لا يا جماعه انت كذا ارجوان، اطلع لي لوحه. طيب ما شاء الله عليك، قدمت انت البرنامج على طول يا ارجوان. ارجوان الو الو. نعم يلا نعم. خلاص خلونا نشوف اللوحه، ما شاء الله قدمت على طول. يلا يا ارجوان، 3 و4 و8 و9. 4. رقم 4، خلونا نشوف رقم 4. ما شاء الله عليك يا ارجوان، متحمسه. يلا ايش الصح ارجوان؟ ايوه يلا معايا. أيوة. الان راح اديك عباره فيها كلمه خاطئه.
أوكي؟ أي أوكي. يلا بسم الله. خلونا نشوف الآن العبارة. طبعاً الجائزة كوبون من مطعم أبل بيز بقيمة 200 ريال. يلا خلونا نشوف الآن العبارة. تقع مدينة مارسيليا في أسبانيا. تقع مدينة مارسيليا عفواً. طيب يا شباب أنتوا وضحوا لي. مارسيليا في أسبانيا. أسبانيا كلمة خاطئة. تقع فين؟ برازيل. لا مش البرازيل. ها يلا يا أرجوان. أنا تكفى عزو ساعدني. طيب عاصمة أو باريس تنتمي لدولة إيش؟ أيوة مارسيليا. يلا في مدينة إيش بالضبط؟ يلا يا أرجوان. يلا أنا أجاوب ولا أنت حتجاوبي؟ ها يا أرجوان. يلا المعذرة منك يا أرجوان، يعني كان ودي إنك تفوزي. طبعاً في فرنسا، يعني أنا قلت باريس يعني معناته فرنسا. المعذرة منك يا أرجوان، طبعاً أنت فزتي معنا وإن شاء الله تشاركينا في حلقة جاية وتفوزي معنا بإذن الله. أنا عارف أستاذ حسام أنت زعلان علي، بس يلا الآن اتصال جديد، خلونا ناخذ اتصال جديد. ألو عبد الكريم. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا عبد الكريم؟ الحمد لله. من فين تكلمنا يا عبد الكريم؟ من القصيم بريدة. من القصيم، يا أهلا وسهلا بأهل بريدة. جاهز معانا المسابقة؟ أيوة. أنا مرة دقيت أي وأخذت جائزة لكن ما وصلت لي جائزة. لا إن شاء الله راح يتواصلوا معاك إخواننا في الكنترول خلال الأيام الجاية. طبعا توزيع الجوائز يعني تأخذ فترة معينة يعني، فإن شاء الله راح يتواصلوا معاك إخواننا في الكنترول ويسلموك الجائزة، لا تشيل هم. يلا عبد الكريم جاهز معانا المسابقة، والأرقام معانا موجودة على الشاشة، واختار رقم 3 و8 و9. يلا يا عبد الكريم. 9. رقم 9، خلونا نشوف رقم 9. يلا إن شاء الله زي ما فزت في الحلقات الماضية حتفوز معانا إن شاء الله. اسأل على الجواب، يعني نشوف إجابة وتديني سؤال للجواب. يلا 400 ريال سعودي، الحق على عد التنازل يا عبد الكريم. جاهز؟ يلا بسم الله، خلونا نشوف الإجابة. السلطة الرابعة. سؤال صعب شوية، ساعدني. يلا هو شيء يعني الصحافة، يعني حاجة في الصحافة يعني. الجري. يلا ركب انت السؤال. يلا ماذا يطلق؟ هذا يطلق على أيوة الكلمة اللي قلتها أنا قبل شوي. إيش؟ صحافة. الصحافة إجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا عبد الكريم، 200 ريال سعودي فايز معنا وداخل معنا في السحب. ألف ألف مبروك يا عبد الكريم. نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مين معايا؟ معك سميحة من الجزائر. سميحة، أهلا وسهلا يا سميحة. سميحة شاركتي معنا في الحلقات الماضية. أي نعم. ومنورتنا باتصالك يا سميحة، والأرقام معنا موجودة على الشاشة، واختاري رقم. رقم 3. يلا رقم 3 و8. رقم 3. رقم 3. يلا خلونا نشوف رقم 3 عشان ما ينقطع الخط يا سميحة. النيجاتيف راح نشوف الآن الصورة وتقول الصورة هذه لمين. يلا يا سميحة وعندك 400 ريال سعودي وبسم الله، خلونا نشوف الصورة. ها يا سميحة منشد معروف. أيمن خلق؟ لا هو بدايته أيمن. حلو بدايته أيمن. أيمن رمضان. أيمن رمضان، تحية كبيرة لمنشدنا، ألف ألف مبروك يا سميحة. فايزة معانا طبعا 280 ريال سعودي، ألف ألف مبروك يا سميحة، وتحياتي لمنشدنا الأستاذ أيمن رمضان. ناخذ اتصال جديد. ألو. طيب خلوني أذكر مرة ثانية بسؤال الحلقة للي حاب يشارك في سؤال الحلقة ويدخل معنا في السحب الأسبوعي، يرسل كلمة يوتير ومسافة ورقم الإجابة على الأرقام التالية على الجوال 84227 أو زين 70
06 3620 أو موبايلي 6062 58. وسؤال الحلقة، من هو، خلونا نشوف سؤال الحلقة يا شباب، يلا، من هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة؟ هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص أو أنس بن مالك رقم 2، ورقم 3 عبد الله بن الزبير؟ أذكر اللي حاب يشاركنا يرسل كلمة يوتير ومسافة ورقم الإجابة، يعني 1 أو 2 أو 3 على الأرقام اللي موجودة معانا على الشاشة. ونأخذ اتصال جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا يا نهى. أهلين، كيف الحال؟ الحمد لله. من فين تكلمين يا نهى؟ من القصيم. من القصيم، يا أهلا وسهلا بأهل القصيم. جاهزة معانا للمسابقة يا نهى؟ إيه. يلا خلونا نشوف الآن، باقي آخر رقم طبعا في اللوحة الثانية وهو رقم 8. خلونا نشوف رقم 8. يلا يا نهى، النشيد لمين؟ كويس أنه نهاية اللوحة الثانية ونسمع نشيد. يلا خلونا الآن نسمع هذا النشيد يا نهى. طبعا النشيد معكوس، راح تقولي هذا النشيد لمين. معايا يا نهى؟ إيه معك. يلا 40 ثانية ونسمع النشيد. منشد لقب السلطان. ها؟ مهند السلطان. مهند السلطان، ألف ألف مبروك يا نهى، وخلونا نسمع النشيد. يا ليت ترفع الصوت يا شباب. في كل مساء يلا عسى حزني يا روح. تحياتي لمنشدنا مهند السلطان، وإن شاء الله نسمع له أعمال خلال الأيام الجاية. مشاهدين الكرام، فاصل ونرجع لكم، خلوكم معنا. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد ولوحة جديدة واتصال جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو يا مشاري، هلا يا مشاري. طبعا عندنا مصور كمان مشاري. ألو مشاري، معانا ولا يا جماعة؟ طيب المعذرة منك يا مشاري. طبعاً أحب أذكر بسؤال الحلقة، والآن راح يتم السحب لسؤال الحلقة اللي شاركونا في الحلقة اللي فاتت. طبعاً سؤال الحلقة، من أول من ركب الخيل؟ والإجابة الصحيحة كان إسماعيل عليه السلام رقم 2. الآن راح يتم السحب، طبعاً الجائزة 500 ريال سعودي مقدمة من محلات السواني ومطعم أبل بيز. بسم الله، خلونا نشوف الآن الأرقام اللي شاركوا معنا. ويلا أرقام معنا ظاهرة الآن على الشاشة، كل الناس اللي شاركوا معنا أرقامهم موجودة الآن، ونقول ستوب. طبعا الفائز معنا بمبلغ 500 ريال سعودي من اليمن 00967733565. ألف ألف مبروك مقدما. أخواننا في الكنترول راح يتواصلوا معه، وإذا ما رد علينا راح نسحب مرة ثانية برقم ثاني. خلونا الآن أخواننا في الكنترول يتواصلوا مع الفائز بقيمة 500 ريال سعودي، وأيضا داخل معانا في السحب للسيارة اللي موجودة معانا في الاستوديو. خلونا نشوف الآن موجود معانا، يلا إن شاء الله يرد علينا. أكيد يعني كل الفائزين أو اللي ما حالفوا الحظ راح يدخل معانا في السحب للسيارة،
وإن شاء الله حيتم السحب نهاية الدورة البرامجية بإذن الله. ها موجود معانا؟ الحمد لله أخواننا في الكنترول يأخذوا بيانات الفائز، وأنا أقول له ألف ألف مبروك مقدما، فائز معانا ب 500 ريال سعودي، والسيارة إن شاء الله تكون من نصيب اللي راح يشاركوا طبعا معانا أكيد. ألو ألو، مرحبا. طيب هو انفصل الخط لكن حيرجعوا له مرة ثانية بما أنه رد، يعني قبل ما إخواننا في الكنترول يعني يرد علينا. إن شاء الله قلنا خلال الأيام الجاية راح يكون معنا عدد من المنشدين في قناة فور شباب، وراح تعرض إن شاء الله كليبات جديدة في دورة برامجية جديدة. انتظرونا على قناة فور شباب الأولى والثانية بإذن الله، كل البرامج الجديدة راح تعرض خلال الأيام القادمة بإذن الله. ها إخواننا رد علينا ولا لسه؟ يلا بسم الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حياك الله. ذكرني باسمك لأن أنا محمد سالم غالب. يا أهلا وسهلا يا محمد سالم، ألف ألف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا محمد. من فين؟ من اليمن. أهلا من لحج. من لحج يا محاور في لحج. أيوة. أهلا وسهلا، يعني ألف ألف مبروك. أنا لخبطت. ألف مبروك يا محمد، طبعا أنت فايز معانا بمبلغ 500 ريال سعودي. شكرا الله. ألف مبروك يا محمد. طبعا إحنا مستعجلين معاك. المعذرة منك يا محمد، إحنا مستعجلين معاك عشان لا ينقطع الخط علينا. الله يخليك. بما أنك أنت رديت، ألف ألف مبروك. شكرا جزيلا. تحياتي لك يا محمد. ألف مبروك يا محمد سالم، ونرجع للوحة الثالثة وناخذ الاتصالات. ألو. ألو يا نورة. ألو. أهلا وسهلا يا نورة. نورة من فين تكلمينا؟ من نجران. من فين؟ نجران. من نجران، يا أهلا وسهلا بأهل نجران. جاهزة معانا المسابقة يا نورة؟ أيوة جاهزة. يلا بسم الله، الأرقام معانا موجودة على الشاشة، واختاري رقم. لوحة جديدة من 1 إلى 9، واختاري رقم. رقم أيوة 8. رقم 8، خلونا نشوف رقم 8. يلا يا نورة، ألف ألف مبروك، فايزة معانا طبعاً، وطريق سالك بدون أي سؤال وإجابة، وكوبون من مطعم أبل بيز. يا سلام، أيوة كذا نبغى الحماس. ألف ألف مبروك يا نورة. تحياتي لك يا نورة، طبعاً داخلة معانا في السحب. نأخذ اتصال جديد. ألو همام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام همام، كيف الحال؟ الحمد لله كويس، اخباركم؟ الحمد لله بخير، انت ايش اخبارك؟ كويس والله. جاهز معانا المسابقة يا همام؟ اكيد. يلا خلونا نشوف الارقام اللي موجودة على الشاشة، واختار رقم. ها يا همام، عندنا من 1 إلى 9 ما عدا رقم 8. 5. رقم 5، خلونا نشوف رقم 5. يلا يا همام، نيجاتيف. الان خلونا نشوف الان صورة لشخصية مشهورة، وتقول هذه الصورة لمين؟ يلا خلونا نشوف الصورة. طبعا الجائزة 400 ريال سعودي، ويلحق على عد التنازلي، عندك 40 ثانية. يلا بسم الله. الشيخ داعية معروف طبعا رحمة الله عليه، لقب الغزالي. يلا ها، عبد الباسط عبد الصمد. لا لقب الغزالي، أنا أقول لك الشيخ مين الغزالي؟ ها يلا يا همام، في أي بلد؟ يعني خليها ما عليك بالبلد الحين، الشيخ مين الغزالي؟ أديني اسم بس واحد بس. اسم الرسول إيش؟ محمد. أيوة الشيخ محمد الغزالي، ألف ألف مبروك، فايز معانا طبعا بأربعين ريال سعودي. يعني أديني أي اسم ممكن يطلع صح. عموما ألف ألف مبروك يا همام، فايز معنا طبعا بأربعين ريال سعودي، وداخل معنا في السحب، وناخذ اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا وسهلا يا حنان. أهلين، كيفك؟ الحمد لله. حنان أنت طبعا اتصلتي يعني معنا في الحلقات، اتصلت بأول حلقة وشاركت. يلا إن شاء الله تفوزي معنا في هذه الحلقة. خلونا نشوف الأرقام اللي موجودة معنا على الشاشة، واختاري الرقم. يلا
يلا عندنا من 1 إلى 9 ما عدا 5 و8. ها 2. رقم 2، خلونا نشوف رقم 2. يلا يا حنان، النشيد لمين؟ تسمع نشيد كثير أكيد يا حنان. أحيان وأحيان. يلا الآن راح نسمع النشيد وتقولي هذا النشيد لمين، وعندك الجائزة كوبون من مكتبة الفانوس بقيمة 300 ريال سعودي، وبسم الله. منشد كويتي وعنده قناة خاصة، العفاسي، مشاري العفاسي. ألف ألف مبروك يا حنان، وخلونا نسمع النشيد. الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي، الهم ما هز باسي، ومن وقع بضع جمر واشوف هذه المآسي يا قوي قلبي. تحياتي لمنشدنا الشيخ القارئ مشاري العفاسي، والف مبروك يا حنان، فايزه معنا طبعا بكوبون من مكتبه الفانوس بقيمة 300 ريال سعودي. ناخذ اتصال جديد. الو الو، مرحبا عبد الله. الو ايوه هلا، كيف الحال يا عبد الله؟ طيب. من فين تكلمنا يا عبد الله؟ ها طيب، من فين تكلمنا؟ من ينبع. ها من ينبع، يا اهلا وسهلا يا عبد الله. جاهز معنا المسابقة؟ ايوه. يلا بسم الله، خلونا نشوف الأرقام موجودة معنا على الشاشة واختار رقم. يلا يا عبد الله. ها؟ 4. رقم 4، خلونا نشوف رقم 4 وش حيكون من نصيبك يا عبد الله؟ المراية جاهزة معك المراية؟ يلا خلونا نشوف الآن العبارة وتقرأ العبارة بالطريقة الصحيحة، وعندك كوبون من محلات الثواني. هاي عبد الله جاهز؟ عبد الله، لا اسمعني من التلفون يا عبد الله، ووطي صوت التلفزيون لو سمحت، وخلونا نشوف الآن العبارة. ها عندك 3 كلمات. وقع. ايوه. بخفي. رجع بخف الحنين. يلا اجابه صحيحه. الف الف مبروك يا عبد الله، فايز معانا طبعا بكوبون من محلات الثواني بقيمه طبعا 300 ريال سعودي. يا سلام عليك يا عبد الله، الف الف مبروك. نبغى كذا الحماس. ناخذ اتصال جديد. الو الو، مرحبا. الو معك مشاري، كيف الحال؟ طيب. جاهز معانا المسابقه يا مشاري؟ ايوه. يلا الارقام معانا موجوده على الشاشه واختار رقم. طيب. 1 و3 و6 و7 و9. 9. رقم 9، خلونا نشوف رقم 9. يلا يا ساهر، حمد لله. يلا يا ساهر، انا مترقب ساهر لكن ما جاء من نصيبك ساهر، الحمد لله. يلا يا مشاري، ايش الصح في عبارة حتكون فيها كلمة خاطئة؟ صح هذه العبارة. طيب. يلا بسم الله، 40 ثانية والجائزة 400 ريال سعودي. خلونا نشوف العبارة. اللغة العربية اشتهرت أو اشتهرت بلغة النون. بلغة إيش؟ يلا النون خطأ. لغة إيش؟ اديني حرف يعني. لغة ايوه، اللغة العربية اشتهرت بلغة بلغة الهجاء. لا مو الهجاء، اديني حرف غير النون. ها يلا يا مشاري. بلغة يلا ها يا مشاري، المعذرة منك. طبعا عبارة جدا سهلة يا مشاري، اللغة العربية اشتهرت بلغة الضاد. المعذرة منك يا مشاري، والله أنا كان ودي أنك تفوز معانا بال400 لكن إن شاء الله
الحلقة الجاية تشاركنا وتفوز معنا بإذن الله. نأخذ اتصال جديد. ألو 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 مرحبا. ألو معانا لمار. ألو يا لمار. ألو أهلا وسهلا يا لمار. لمار لو سمحتي اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. ألو أيوة لمار ترى من أيوة. نص يعني لنا نص ساعة احنا منتظرينك. يلا يا لمار جاهزة معانا المسابقة؟ يلا خلونا نشوف الأرقام. أيوة جاه. يلا 1 و3 و6 و7. لمار اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون لو سمحتي. 6. رقم 6. خلونا نشوف رقم 6. اسمعينا من التليفون لو سمحتي. يلا يا لمار الكلمة وعكسها. علموني. يلا خلونا نشوف الآن 3 كلمات. لمار لو سمحتي اسمعينا من التليفون ترى سامع صوتي. ها يا لمار يلا بسم الله أول كلمة خلونا نشوف. أيوة أيوة. يلا أول كلمة عكس كلمة أرض. إيش؟ يلا يا لمار. عكس كلمة أرض. سماء. سماء إجابة صحيحة. اللي بعده بكر. بكر. ها يا لمار. لمار يعني كلمات جدا سهلة حرام عليك والله. المعذرة منك يا لمار. شاركينا إن شاء الله في حلقة جاية وتفوزي معانا. ناخذ اتصال جديد. ألو 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 أمل أهلا وسهلا يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أمل. أنا قطع الخط. تفضلي يا أمل أنت معانا الآن في البرنامج والأرقام معانا موجودة على الشاشة واختار الرقم. طيب إن شاء الله. يلا 1 و3 و7. أو للأسف انقطع الخط. المعذرة منك يا أمل. إيش قصة اليوم انقطع الخط أكثر من مرة. يلا نأخذ اتصال جديد. ألو ألو أهلا وسهلا. يا حياك الله. كيف الحال؟ صوتك بعيد. صوتك ماني سامعك. صوتي بعيد. أيوة أيوة. لو تبغاني أقرب لك عادي ما في مشكلة. الله يعطيك العافية. بس عرفنا على اسمك الكريم. معك عصام محمد. معاك عصام. اهلا وسهلا يا عصام. من فين تكلمنا؟ حياك الله عصام. لو سمحت اسمعني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. طيب لحظة. ايوه ايوه اسمعني من التليفون يا عصام. ايوه سامعك سامعك. يلا يا عصام من فين تكلمنا يا عصام؟ من جدة. يا اهلا وسهلا باهل الرخاء والشدة. يلا يا عصام جاهز معانا ولوحة جديدة لعيونك يا عصام. وعندنا من 1 إلى 9 واختار رقم. عصام كذا ما اتفقنا يعني. وطي صوت التلفزيون. رقم 5. وطي صوت التلفزيون وخلونا نشوف رقم 5. يلا يلا يا عصام ايش الصح. خلونا نشوف الآن العبارة وفيها كلمة خاطئة. يا عصام انت راح تصحح هذه العبارة. يلا كوبون من مكتبة الفانوس بقيمة 300 ريال سعودي والحق على العد التنازلي عندك 40 ثانية وخلونا نشوف العبارة. إن الخيول على أشكالها تقع. يلا في كلمة خاطئة. إن الطيور على أشكالها تقع. يا سلام وإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا عصام. طبعا الجائزة أيوة. كوبون من مكتبة الفانوس. تحياتي لك يا عصام. ألف ألف مبروك. شكرا لك يا عصام. نأخذ اتصال جديد. ناصر. ألو سامع أخوي. أهلا وسهلا يا ناصر. الله يحييك. من فين تكلمنا يا ناصر؟ معك من المدينة يا أخوي. من المدينة. أهلا وسهلا يا ناصر. الأرقام معنا موجودة على الشاشة واختار رقم. طبعا أنت آخر متصل معنا في هذه اللوحة واختار رقم يا ناصر. رقم 7. رقم 7. خلونا نشوف رقم 7. يلا يا ناصر. نيجاتيف. راح نشوف الآن الصورة. تابعت البرنامج أكيد يا ناصر.
والله نعم. يلا الآن روح نشوف صورة لشخصية مشهورة وتقول لنا هذه الصورة لمين. يلا وعندنا 400 ريال سعودي والحق على العد التنازلي وبسم الله. خلونا نشوف الآن الصورة. منشد لقب الضحيان. يلا ها سهلت لك الإجابة. اديني أول اسم. الضحيان. أول اسم إيش؟ عمر. عمر. عمر الضحيان. ألف ألف مبروك. فايز معانا 230 ريال سعودي. ألف ألف مبروك يا ناصر. طبعا أنت آخر. قلت لي 400. إيه 400 وتنزل مع العد التنازلي. لازم تلحق على الوقت وعندك 40 ثانية. شكرا. نعم. شكرا يا ناصر على اتصالك. مشاهدين الكرام في نهاية الحلقة أحب أذكر بسؤال الحلقة للي حاب يشارك معانا على السريع. من هو أول ذكروني من هو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة إلى المدينة؟ طبعا هل هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص أو أنس ابن مالك رضي الله عنه؟ رقم 3 عبد الله ابن الزبير. اللي حاب يشاركنا يرسل كلمة يوتيرن ومسافة ورقم الإجابة على الأرقام اللي موجودة وظهرة معنا على الشاشة. عندنا زين 7036 20 أو موبايلي 6062 58 الجوال 8-4-2-2-7. تحياتي لكم مشاهدين الكرام وشكرا للمصورين ومدير الإضاءة ومهندس الصوت ومخرجنا الأستاذ حسام. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. في أمان الله. Thank you.